بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد كلية الصيدلة جامعة سينا فرع القنطرة بالنيابة عن الدكتورة هالة المسلمي عميدة الكلية عن إعلان عن محاضرة تعريفية How to be a part of Health Price Movement. يحاضر بها دنيا محمد خالد طالبة بالفرقة الخامسة. اتفضلي يا دنيا. تمام، شكرا يا دكتور. مساء الخير، ازيكم جميعا. انا دنيا محمد خالد في خمسة صيدلة والكامبس دايركتور لمسابقة الهالت برايز عندنا في الجامعة. السيشن دي احنا عاملينها النهاردة عشان نعرفكم عن الهالت برايز، هي عبارة عن ايه وايه المراحل بتاعتها وايه التحدي بتاع السنة دي، واي حد حابب يشارك فيها هيعمل ايه وايه الشروط المطلوبة، وان شاء الله تستفادوا ويكون سيشن ممتع ليكم. النهارده هنتكلم عن ايه بالظبط؟ هنشرح ايه هي الهالت برايز وايه هي السوتس اوف بروجرام بتاعتها، يعني ايه المراحل بتاعتها بالتفصيل. هنفهم ايه التحدي بتاع السنه دي اللي هو فود فور جود. معلش يا جماعه، اي حد فاتح المايك يقفله. هنشرح الكومبيتيتورز سكور كارد اللي هي الفرق اللي هتقدم هتتقيم على اساس ايه، واي حد حابب يشارك في المسابقه هيقدم فيها ازاي. مبدئيا كده هالت برايز دي عبارة عن ايه اصلا؟ هي عبارة عن مسابقة عالمية بيسموها نوبل برايز فور ستودنت، يعني جايزة نوبل للطلبة. المسابقة دي بتتم كل سنة بالتعاون ما بين مؤسسة الهالت برايز وما بين الأمم المتحدة. المسابقة دي بتتحدى طلبة الجامعات على مستوى العالم ان هم يبدأوا يعملوا افكار لمشاريع. المشاريع دي بتحل مشاكل مجتمعية زي مشاكل في الأكل أو في المية أو في الطاقة أو في التعليم. وأحسن فكرة مشروع بتبدأ إن هي تتأهل لكل مرحلة من مراحل المسابقة لحد ما توصل للنهائيات، وبيكون الجائزة للفريق الفائز بأحسن فكرة مشروع $1,000,000 أمريكي إن هو ينفذ المشروع بتاعه ده على أرض الواقع. طيب، احنا زي ما قلنا ان هي بتتم بالتعاون بين مؤسسة الهالت برايز وما بين الأمم المتحدة، وبيكون الداعم الأساسي ليها هو بيرتل هالت اللي هي الجائزة أصلاً اتسمت على اسمه، وبيدعمها كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال. والجائزة بيتم تسليمها والتحدي بتاع كل سنة بيعلن عنه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. زي ما قلنا ان الفريق الفايز بالجائزه بيعمل فكره الاحسن، احسن فكره مشروع بتحل المشكله بتاعه التحدي اللي بيتحدد كل سنه، والجائزه بتكون $1,000,000 أمريكي عشان ينفذ المشروع بتاعه على ارض الواقع. وهي اساسا فكره المسابقه ان احنا عايزين نغير في العالم، عايزين نعمل اثر، عايزين نحسن حياه 10 مليون من الناس خلال ال10 سنين الجايين. كل سنه بيكون هو ده هدف المسابقه، فأي حد حابب إن هو يسيب أثر أو إن هو يغير العالم أو يعمل فكرة لمشروع جديد أو إن هو يكون ليه مشروع الخاص بيه، فالهالت برايز بتيجي بتديله فرصة إن هو يحقق اللي هو عايزه ده مقابل إن هو أحسن فكرة مشروع الجايزة وتبدأ إن هي تنفذها على أرض الواقع. المسابقة دي بقالها 10 سنين بتتعمل، موجودة في 10,000 جامعة على مستوى العالم وفي 121 دولة، وخلال بس السنين اللي فاتت 300,000 طالب على مستوى العالم بيشاركوا فيها. يعني هي تعتبر أكبر تجمع طلابي للمشاريع اللي بتتعمل عشان تحل المشاكل المجتمعية اللي زي دي. فهم بيستغلوا الشباب الجامعي ونيتهم في إن هم يسيبوا أثر أو إن هم يغيروا العالم بالمسابقة دي، إن هم يعملوا مشروع فعلا يسيب أثر وفعلا يغير حياة الناس للأحسن. طبعا احنا طالما بنتكلم عن الهالت برايز لازم نقول هي جت ازاي ومين المؤسس بتاعها ومين اللي اكتشفها. مؤسس الهالت برايز احمد اشقر هو السي اي او والكو فاوندر للهالت برايز. هو رجل اعمال فلسطيني امريكي كان بيدرس في كليه اداره الاعمال في كليه هالت الدوليه لاداره الاعمال واخد منها ماجستير. زيه زي اي طالب في فتره الجامعه حابب ان هو يعمل حاجه جديده، كان حابب ان هو يسيب اثر، فبدأ ان هو يجمع تيم وعايز يعمل مشروع يفيد المجتمع. بس الجامعه بتاعته ما دعمتوش في القرار ده، ان هو انت لسه طالب ومش هتقدر تعمل حاجه وانت لسه بتدرس ولازم تكون متخرج، وما دعمتوش. مع ذلك هو ما وقفش وكون التيم بتاعه وبدأ هو واصحابه ان هم يدربوا نفسهم ويتعلموا ويبدأوا يعملوا مشروع خاص بيهم.
المشروع ده نجح ولفت نظر بيرتل هالت، وبدأ إن هو يتبنى المشروع بتاعهم، وبالتالي المسابقة اتسمت بهالت برايز عشان بيرتل هالت هو اللي دعم أحمد أشقر، وبدأ إن هو يفكر إن هو يعمل مسابقة بحيث إن أي طالب جامعي يعني عايز إن هو يبقى ليه فرصة إن هو يعمل حاجة، فتبقى هي دي فرصته، والمرحلة اللي هو عدى بيها يبدأ إن هو يساعد الناس إن هم يعملوا زيه بالظبط. طيب إيه هي بتاعة المسابقة؟ عندنا 4 مراحل: On Campus Program، وال Regionals، وال Accelerators، وال Award Ceremony and Gala. المراحل بالتفصيل عبارة عن إيه؟ إحنا دلوقتي واقفين في مرحلة ال On Campus، دي أول مرحلة في المسابقة اللي هي مرحلة في الحرم الجامعي. بتبدأ كل جامعة في مصر وعلى مستوى العالم إن هي هتقسم الجامعة ل10 فرق كحد أدنى، يعني ممكن يزيد عن كده. بتبدأ الفرق دي إن تفهم التحدي بتاع السنة دي عبارة عن إيه، وتبدأ إن هي تفكر في أفكار لمشاريع تحل المشكلة بتاعت السنة دي. وبيكون في لجنة حكم، لجنة الحكم دي بتختار أحسن فريق على مستوى الجامعة يبدأ إن هو يمثل اسم الجامعة عالميا ويتأهل للمرحلة التانية اللي هي مرحلة الريجنالز. مرحلة الريجنالز يعني الأقاليم موجودة في 50 دولة على مستوى العالم ومن ضمنهم القاهرة، بس الفريق بيختار هو حابب يروح يعرض فيها المشروع بتاعه. بيبدأ إن هو يروح مع التيم بتاعه ويقدم المشروع ويعرضوا فكرتهم، وأحسن أفكار على مستوى الأقاليم بيختاروها إن هي تتأهل للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الأكسلوريترز. المرحلة دي الفرق الكسبانة على مستوى الجامعات بتبدأ إن هي تسافر لندن وتقضي أسابيع هناك، بيتوفر لهم محاضرات في إدارة الأعمال، بيتقابلوا مع أحمد أشقر مؤسس الهالت برايز، بيتقابلوا مع أحسن شركات ورجال أعمال على مستوى العالم، يبدأوا إن هم يساعدوهم على المشروع بتاعهم. المشروع بتاعهم لسه مجرد فكرة، بيبدأوا إن هم يساعدوهم إزاي يحققوا المشروع ده على أرض الواقع، هيدعموهم إزاي. بيكون في منتورشيب كتير جدا ومحاضرات كتير وستيشنز كتير ليهم. بعد ما بيخلصوا فترة الأكسلريتور، أحسن 5 أو 6 فرق بيبدأوا يتأهلوا للمرحلة النهائية اللي هي الأورد سيرموني أند جالا، وبيبدأوا يعرضوا المشروع بتاعهم، وأحسن مشروع بيستلم جائزة $1,000,000، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون هو اللي بيسلمهم الجائزة وبيسلمهم الفلوس علشان يبدأوا ينفذوا المشروع بتاعهم على أرض الواقع. زي ما قلنا المسابقة بقالها 10 سنين بتتعمل، يعني هي بدأت من 2010، وزي ما انتوا شايفين كانت في مواضيع زي الـ Education، الـ Water، الـ Energy، الـ Food وهكذا. مثلا في 2013 كان الموضوع برضو عن الـ Food، الـ Global Food Crisis. في 2017 كان عن الـ Refugees، عن المجاعات. السنة دي التحدي بتاعنا سنة 2021 عن Food for Good. دلوقتي هنبدأ في أهم فقرة في السيشن بتاعنا، وهي شرح التحدي بتاع السنة دي. احنا عرفنا خلاص المسابقة عبارة عن ايه، المراحل بتاعتها، طب هو ايه التحدي بتاع السنة دي، وايه اللي مطلوب من الفرق بالظبط، واللي هيقدم المفروض ان هو يفكر ازاي. اسم التحدي Food for Good، يعني الطعام من أجل الخير. هي هالت برايز السنة دي بتتحدى طلبة الجامعات إن هم إزاي يحولوا الأكل من مجرد إن هو وسيلة إن إحنا نعيش، مجرد إن هي وسيلة للغذاء وحاجة بنعتمد عليها عشان نعيش، لوسيلة نغير بيها العالم للأحسن، نوفر بيها فرص عمل، نحسن بيها الاقتصاد، يبقى سبلاي تشين مستمرة. فهم بيتحدوا طلبة الجامعات إن هم يعملوا ده ويحسنوا حياة 10 مليون شخص على مستوى العالم خلال 10 سنين لحد سنة 2030. طب احنا ازاي هنعمل كده؟ يعني حوار الفود سيستم او الفود اندستري ده مجال كبير جدا، طب هم عايزين ايه بالضبط؟ خلال الفترة الأخيرة احنا عارفين ان الاكل ده اهم حاجة في حياتنا، غير ان احنا بنستخدم الاكل عشان يدلنا طاقة او ان احنا بنتغذى بيه، بيمثل عندنا أي مناسبة اجتماعية، أي مناسبة عائلية بنتجمع فيها عشان بناكل، في الأعياد بنتجمع عشان بناكل، في الشغل بناخد بريك بنقعد بناكل، بنخرج مع صحابنا بنروح بناكل. فالأكل بيمثل كل حاجة في حياتنا، بيمثلنا، بيمثل جسمنا، بيمثل روحنا، بيمثل كل حاجة. بس خلال الفترة اللي فاتت والسنين اللي فاتت الأكل تحول من إن هو وسيلة إن هو بيحسن حياتنا وبيوفر لنا غذاء وبيوفر لنا نيوتريشن، إن هو بقى وسيلة إن الشركات تعمل منه فلوس، والناحية التانية تقلل الويل بيينج بتاعنا وتضعف المجتمعات وصحة الإنسان تتدهور، وبالتالي بيدخلنا في مشاكل صحية كتير.
مثال على كده ان احنا بندخل السوبر ماركت بنلاقي ان في منتجات كتير جدا رخيصة، والانسان بيبقى ادكتف ليها، عايز يشتريها طول الوقت، هي مش بتفيده باي حاجة، بيدفع فيها فلوس ويبدأ ان هو ياخدها وتضر صحته. وعلى الناحية التانية الشركات اللي بتصنع المنتجات دي هي اللي بتكسب في الاخر، يعني هو win lose situation في الاخر. فكمان العائلات بيقعدوا يقولوا لأبنائهم ما تاكلوش من المطاعم دي، ما تاكلوش من الأكل ده، بيحاولوا إن هم يغذوهم على قد ما يقدروا. ففكرة الإعلانات اللي الشركات بتعملها أو الأكل المتوفر أصلاً الفترة دي بيبقى ماشي عكسهم تماماً، ما بيكونش متوفر العناصر الغذائية اللي الأطفال أصلاً محتاجينها. فالسنة دي في 2021 الهالت برايز عايزة ترجع لأصول الإنسان، لأصل الإنسان، من هو من ساعة ما اتوجد على الأرض كان بيدور على الأكل، إن هو عايز يحصل على عناصر غذائية، عايز حاجة تديله قوة وصحة، مش مجرد إن هو عايز يأكل عشان عايز يأكل الأكل ده. ولا كان في بقى شركات عايزة تعمل فلوس، هما بقى عايزين يرجعوا للتجربة الإنسانية دي، إحنا بناكل عشان نحصل على عناصر غذائية معينة. فهو ده التحدي بتاع السنة دي، إحنا لو فهمنا التحدي ده وفهمنا إزاي الفود سيستم بتاعنا ماشي، هنقدر إن إحنا نعمل مشروع يغير العالم كله، لأن هي مشكلة في العالم كله مش عندنا إحنا بس. طب إحنا عشان نفهم أصلاً الفود سيستم ده عبارة عن إيه، طب أنا هعمل مشروع بيحل إيه بالظبط، وأنا لازم أعرف فين المشكلة. الفود سيستم بالنسبة لنا مش مجرد الأكل اللي بيتحط قدامنا على الطبق، الفود سيستم من أول ما إحنا بنزرع الأكل في الأرض لحد ما بيعدي بكذا مرحلة لحد ما يوصل لنا، يعني مرحلة الزراعة، مرحلة ان هو بيكبر، مرحلة ان هو بيحصل له بروسيسنج بعد كده، مرحلة الترانسبورتيشن، مرحلة الكونسومشن، مرحلة الديسبوزل، كل ده فود سيستم ماشي، كل ده فيه مشاكل، كل ده ممكن يتعمل مشاريع تحل فيه التحدي بتاع السنة دي. فلو احنا عايزين نفهم هي المشكلة فين أصلاً، وإيه اللي بيحصل على on a global scale، يعني عالمياً مش عندنا بس، مش في مصر بس، في مثلا 3 بليون شخص على مستوى العالم الهيلثي ديلي ميل، يعني الوجبه اليوميه اللي هي فيها العناصر الغذائيه البسيطه اللي هو محتاجها، دي مش متوفره عنده، الرفاهيه دي مش موجوده عنده اصلا. فتخيلوا 3 بليون شخص على مستوى العالم ما عندوش الرفاهيه دي ان هو ياكل الاكل الطبيعي اساسا اللي فيه العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها. ملايين الناس برضو على مستوى العالم عندهم مال نيوتريشن، لأن الأكل اللي بيتصنع بصورة كبيرة ما فيهوش برضو العناصر الغذائية اللي هو محتاجها، مجرد إن هو أكل بيتصنع وبيضر فيه والشركات تعمل منه فلوس وخلاص، فمال نيوتريشن عمالة تزيد وبالتالي بتؤدي لمشاكل صحية كتير جدا. 700 مليون شخص على مستوى العالم عايشين في مجاعات، 700 مليون شخص دلوقتي واحنا بنتكلم جعان، مش متوفر له أبسط حقوقه في الحياة إن هو ياكل. خلال بس الخمس سنين اللي فاتوا الرقم ده كان 60 مليون، يعني في خلال خمس سنين من 60 مليون بقينا 700 مليون، فاحنا بنزيد، العدد بيزيد بطريقة مش طبيعية. فده أكبر دليل على إن هي مشكلة عالمية، مشكلة كبيرة جدا ولازم إن احنا نفكر فيها. من ضمن المشاكل كمان، لان احنا قلنا ان الفود سيستم بيبدا من اول ما انا ببدا ازرع المحصول بتاعي، فالزراعه لوحدها لما هم بيزرعوا المحصول بيحطوه في الصوبه الزجاجيه دي بتطلع 20% من الجاز ايميشن اللي هو ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ده بيطلع بيعلي درجه حراره المحيط، فبالتالي هو بيأثر على البيئه وبيأثر على المارين لايف، فكمان الزراعه ليها دور في المشاكل اللي بتحصل في الفود سيستم. زي برضو ما قلنا الأكل ماشي إزاي والفود سيستم ماشي إزاي، تلت الأكل اللي بيتصنع بيحصل له ويستد، يعني تلت الأكل اللي بيتصنع بيروح مش بيوصل للناس. فتخيلوا لما تلت الأكل اللي بيتصنع عالميا أصلا بيروح، طب الناس اللي هي في مجاعات هيوصلها الأكل إزاي؟ فدي برضو من ضمن المشاكل اللي لازم نفكر فيها. من ضمن الحاجات برضو إن عشان أطلع 1 كيلو جرام بس من الميت اللي هي أكتر مصدر للبروتين، قصادها أنا بضيع 15,000 لتر من المية. فتخيلوا إن أنا عشان أطلع 1 كيلو جرام واحد بس باخد 15,000 لتر مية. طب لو أنا بقى هطلع كم كيلو جرام لكم شخص على مستوى العالم، طب أنا هحط فيها مية قد إيه؟ طب أنا المية عندي قليلة، فأنا الناس دي في ناس كتير جدا مش هيوصل لها أكل. خلال برضو السنين الأخيرة 90% من الأجرو بايو دايفيرسيتي بتاعتنا قلت. الأجرو بايو دايفيرسيتي يعني بالعربي التنوع البيولوجي الزراعي، يعني خلاص ما عادش فيه التنوع في المحاصيل، بقت الأوبشنز اللي عندنا قليلة جدا، ففي 90% نقص في الأجرو بايو دايفيرسيتي. دي كمان من ضمن المشاكل اللي احنا بنواجهها في الفود سيستم.
فاحنا لو جينا نجمع السلايدين اللي فاتوا في سلايد واحدة، أنا دلوقتي عايزة أعمل مشروع يحل المشكلة بتاعة التحدي السنة دي. هفكر في إيه؟ إيه أصلا المشكلة اللي موجودة؟ إحنا قلنا مشكلة موجودة في الدايت بتاعنا، مشكلة إن الإنسان مش عارف ياخد الدايت اللي هو محتاجه. تاني مشكلة في الكلايمت أصلا، يعني الكلايمت لما بيتأثر، الزراعة بتتأثر، المارين لايف بتتأثر، كل حاجة بتتأثر، فالأكل مش بيوصل كويس لناس كتير. واتكلمنا عن اللحوم، إن عشان أطلع 1 كيلو جرام بصرف قدامه مية قد إيه، فبالتالي اللحوم قليلة جدا مش بتوصل لناس كتير. واتكلمنا برضو على المارين لايف، واتكلمنا عن البايو دايفرسيتي، يعني دي تعتبر أكتر مشاكل موجودة. طبعا دي مش كل المشاكل، بس احنا بنتكلم عن حاجات أساسية. طيب احنا قاعدين نقول الفود سيستم والفود اندستري عمالة تفشل، وقاعدين بس يعملوا حاجات وياخدوا في فلوس. طب ليه أصلا؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ وليه هما بيعملوا كده؟ How the food industry is failing humanity. لو احنا جينا نشوف من البداية أصلا، من بداية الهيومان ايفوليوشن، من أول ما الإنسان جه على الأرض هو بيدور على وسيلة للغذاء، وسيلة إن هو يستمر. فكانت الوسيلة الوحيدة ليه إن هو بيروح يصطاد الحيوانات، بيبذل مجهود فظيع جدا علشان بس يصطاد وياخد بروتين. ما كانش بقى لسه عارف أي حاجة تانية غير البروتين. بدأ إن هو مع تطور الإنسان يبدأ يعرف طعم الحاجات الحلوة، طعم الحاجات المالحة. بدأ إن هو مع النباتات اللي بيزرعها بقى مثلا بيشوف القصب فبيدوقه، فده طعم الحاجة الحلوة. فالحاجات دي اتغيرت في الجينات بتاعة الإنسان. بقى الإنسان إن هو بيتطور، الجينيتكس بتاعته عمالة تتطور معاه، فبقى بيحتاج أكل فيه سكر، بيحتاج أكل فيه ملح، بيحتاج أكل فيه فات. فالفود اندستري بتشتغل على النقطة دي، بتشتغل على نقطة إن هما أنا هعمل أكل الإنسان محتاجه وخلاص، في الجينات بتاعته هو عايز أكل كده، ومش مهم بقى هو هياكله كتير هياكله قليل. هو عارف إن الإنسان لو أكل أكل كتير من ده هيضر بصحته، بس المهم إن هو هياخد فلوس في الآخر. يعني profit only food industry، أنا هاخد الفلوس والناس هتشتري وهتتبسط وكلنا هنبقى مبسوطين، بس طب فين القيمة الغذائية في الموضوع؟ مفيش. من ضمن المشاكل برضو إن who makes our food، مين أصلا بيعمل الأكل بتاعنا؟ يعني زمان كانت الأمهات بس هي اللي بتعمل الأكل، فالأمهات عايزة توصل أعلى قيمة غذائية لعيالها، مش هتعمل أي حاجة بتضرهم. دلوقتي في ناس كتير هي اللي بتعمل الأكل وبتوصله لنا. فزي ما قلت لكم profit only food industry، مش هيفكروا بقى أنا عايزة أوصل لهم قيمة غذائية أو إن أنا عايز أحسن حياتهم، أنا بس عايز إن أنا أخد البروفيت في الآخر. فدي تعتبر من ضمن المشاكل اللي موجودة. يعني الفود اندستري عندنا لو جينا نلخصه في 3 مشاكل، ان هو نون سستينابل، يعني مفيش سبلاي تشين مستمره لفتره طويله، نون نيوتريشنست، مفيش عناصر غذائيه احنا محتاجينها، وبالتالي مش هيفيد لا البلانيت ولا الانسان. نيجي لاهم سلايد عندنا النهارده، واي حد حابب ان هو يشارك في المسابقه لازم يكون مركز فيها جدا. فود فور جود امباكت بادجز، يعني انا دلوقتي خلاص فهمت المشاكل موجوده فين بالظبط، وعايزة أبدأ أحل المشكلة. طب أنا هحلها من أي اتجاه؟ هروح أشوف مشاكل الزراعة، ولا هروح أشوف مشاكل توصيل الأكل للناس، ولا هروح أشوف مشاكل المية، هشوف إيه بالظبط؟ فالسيفن بادجز دول أي حد هيعمل مشروع وهيشارك في المسابقة لازم يكون حاطط ال7 حاجات دي في دماغه. يا إما يحقق ال7 حاجات كلهم، يا إما يحقق منهم 2 3. فدي الحاجات اللي هو المفروض يشتغل عليها. أول حاجة عندنا الأكسس، يعني إحنا عايزين نوصل أكبر قدر من الأكل، والأكل ده ما يكونش مجرد أكل وخلاص، يكون أكل فيه عناصر غذائية، عايز أوصله لأكبر عدد من الناس على مستوى العالم. إحنا بنتكلم في 20 مليون شخص على مستوى العالم. تاني حاجة المينينج في الورك، إحنا قلنا من ضمن أهداف المسابقة إن إحنا عايزين نوفر فرص عمل، فمينينج في الورك إن أنا هكرييت جوبس، يعني أنا هعمل مشروع ناس هتبدأ إن هي تشارك معايا في الشركة اللي أنا هعملها، فأنا كده بوفر فرص عمل ليهم. المفروض إن أنا بعمل ستارت اب، شركة ناشئة خاصة بيا. الفرايتي، إن أنا هشتغل على حتة الأجرو بايو دايفرستي، إن هو ما عادش فيه أوبشنز كتير في الأكل، ما عادش أكل كتير بيتصنع، فهشتغل على حتة أنا إزاي هيكون فيه فرايتي في الأكل اللي بيتصنع، وفي نفس الوقت يكون فيه قيمة غذائية. رابع حاجة الـ environmental stewardship، يعني أنا إزاي هعمل balance ما بين الـ food system وما بين الـ planet بتاعي، إزاي هقدر أشوف إن المناخ بيأثر على الأكل بتاعي.
النخبة بتروح للريفيجيز كامبس، يعني للكامبس بتاعت المجاعات، الناس اللي هي بتوع المجاعات بيبقوا متجمعين في حتة معينة، فكل حد هيشتري منه قصادها هيروح وجبة للريفيجيز كامب، وفي نفس الوقت وفر فرص عمل ليهم، أخد الناس من الكامب دول خلوهم إن هم يشتغلوا عنده في الـ USA في الشركة بتاعته. هو اصلا وصل للفكره دي ان هو زمان كانت مامته دايما بتعمل له الاكله دي، فهو كانت دي الانسبيريشن بتاعته، ان هو اخدها من ان مامته كانت وهو صغير كانت دايما بتعمل له فلافل. فمش شرط ان احنا عشان يجي لنا فكره ان هي تبقى حاجه حد عملها قبل كده، او ان هي حاجه في المجتمع حوالينا، لا ممكن تكون حاجه من بيتنا اصلا، ممكن حاجه تجربه عائليه، تجربه شخصيه ليك انت مع حاجه معينه. فمش شرط ان هو يعني هو جابها من فكره بسيطه جدا، جابها من عنده في البيت، family experience. فهو كمان الأمم المتحدة مشاركة معاه في الموضوع ده، إن هو البرنامج الغذائي بتاع الأمم المتحدة هو أصلاً كان بيوفر أكل للكامبس بتاعت المجاعات. وبالمناسبة البرنامج ده أخد جائزة نوبل في السلام من قريب، لأن هم وفروا أكل لأكبر عدد من الناس على مستوى العالم. فأنتوا كده تفتكروا أحمد أشقر حقق إيه من الـ7 بادجز؟ رجع لكم سلايد تاني. Access meaningful work و local sourcing radical substitution. Radical substitution, local sourcing, meaningful work. تمانية، حلو جدا. وايلد كارد، هو عمل حاجة أصلا مش متعملتش قبل كده، وفي بلد هم أساسا ما عندهمش فلافل، مش بياكلوها، ما يعرفوهاش، عمل فكرة كرياتيف. فحلو جدا اللي قال وايلد كارد. وكمان طبعا وفر مينينج في الورك زي ما قلته، لأن هو خلى الناس اللي في الريفيجيز كامبس يشتغلوا معاه في الشركة بتاعته، فطبعا وفر نقطة المينينج في الورك. حلو جدا. طيب تمام، فدي أمثلة بسيطة عشان برضو تبقوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي، ان هي الناس اللي بتكسب دي بتكسب على اي اساس، بيكونوا محققين اكتر من حاجة من الـ7 دول، او بيكونوا عاملين حتة الوايلد كارد، فهي الناس بتحكم عليهم على الاساس ده، اللي هو انت وفرت ايه من الـ7، وفرتها ازاي، وهكذا.
السيفن بادجز او تحقق منهم كام حاجه فيها. تالت حاجه عندنا الامبت، هو المسابقه كلها على ايه؟ ان احنا leading a generation to change the world، يعني احنا عايزين نغير العالم، عايزين نسيب impact. فطبعا نقطة الامباكت دي هتفرقك عن الفريق اللي قصادك، ان انت بتعمل تغيير. وكمان احنا مش بنعمل شركة، مش بنعمل جمعية خيرية، لا انت بتعمل بيزنس خاص بيك، فانت يعني بتعمل حاجة هتكسب منها فلوس، فانت لازم تبقى ضامن ان انت هيجيلك فلوس، ولكن قصاد كل جنيه او دولار بيدخلك قصاده impact، زي فلافل انك كل دولار بيدفع له في وجبه بتروح للريفيجيز كامبس. نفس الفكره بالظبط، كل حاجه بتدفع لك انت بتعمل امباكت قصادها، فدي حاجه طبعا هتفرق. وانت لما تيجي تقدم المشروع بتاعك لازم تقول هو فين بقى الامباكت، يعني هتشرح المشروع الامباكت بقى اللي انا عملته فين، دي برضو هتبقى من ضمن التقييم. رابع حاجه عندنا التراكشن. التراكشن يعني هل انت عملت حاجه على أرض الواقع، ولا مجرد إن هي فكرة على ورق، أنا فكرت في كذا وعايزة أعمل كذا وخلاص شكراً بس على ورق كده. فطبعاً إحنا كمرحلة الأون كامبس مش شرط إن أنت تكون خلاص بقى فتحت الشركة ومعاك الناس وبدأت تبيع، لا طبعاً مش شرط. هي في الأول إحنا بنجيب فكرة وهنبدأ نمشي مع بعض، بس على الأقل أنت جبت الفكرة تبدأ إن أنت تعمل لها بروتوتايبينج، يعني تعمل فيديو بيشرح فكرتك، تبدأ تعمل فلايرز، تعمل بروشور توزعها على لجنة الحكم، تبدأ ان انت تسأل الناس في الماركت، تشوف الماركت نيدز عندنا او برا. كل الحاجات دي انت اصلا هتعملها من قبل ما تقدم، من قبل حتى ما تجيب فكرتك، عشان تشوف انت عايز تعمل ايه بالظبط. فالحاجات دي كلها هتفرق في التقييم بتاعك، هل انت فعلا عملت حاجة ومشيت في خطوات وعملت بروتوتايبينج واتكلمت مع الكاستمرز وكده، ولا مجرد ان انت جاي تقول فكرة على ورق. فدي هتبقى بونس، يعني لو كل الفرق جايبين فكرة على ورق وفريق منهم ولا اتنين عاملين شغل حقيقي، فطبعا هيختاروا من الاتنين دول، مش هيختاروا باقي الفرق حتى لو فكرتهم أحلى. آخر عنصر عندنا الواو فاكتور. زي ما قلتلكو انتوا بتقدموا لازم كل اللي قاعدين دول واو، الفريق ده أحسن فريق. أي حد انتوا بتعملوا شركة ففي ناس بعد كده هتيجي تتوظف فيها، فأي حد جاي أنا عايز الشركة دي دونا عن أي شركة اتعملت، أنا عايز أشتغل معاكم، أنا مؤمن بالفكرة اللي انتوا بتعملوها. فده فاكتور لازم يكون موجود يخلي الناس أيوة أنا عايز أجوين التيم ده، انت بتحسن حياة 10 مليون شخص على مستوى العالم. فالواو فاكتور دي بقى هتعملها ازاي؟ دي برضو من ضمن الحاجات اللي هتقيم عليها. طيب ايه هي الهالت برايز امباكت ستارت اب موديل؟ يعني احنا بنبص للموضوع ازاي؟ من 3 نقط. اول حاجه الامباكت سنتر، زي ما قلت لكم ان اي دولار بيدفع لك او اي فلوس انت بتطلعها قصادها لازم يكون في امباكت بيحصل. تاني حاجه الماركت دريفن، يعني انت مش هتجيب فكره مشروع او هتعمل حاجه هي اساسا مش مشكله، يعني خلاص ما في حد في الماركت بيعملها، او ان هي فكره موجوده قبل كده، طب انت كده عملت ايه؟ لا انت شفت الماركت ناقصه ايه وحليت مشكله معينه. ثالث حاجه بروفيت مايندد، يعني انت هتيجي تقدم لازم يكون المشروع بتاعك ده ليه بزنس موديل، ليه فاينانشال موديل، ما انت فيه فلوس في الموضوع ده بزنس، فانت لازم يكون ليك بزنس موديل. انت ازاي الشركه بتاعتك هتكون ليها سبلاي تشين، عماله توفر المنتج بقى او الحاجه اللي انتوا هتعملوها عماله توفرها بصفه مستمره. كل ده هيفرق في التقييم بتاعكم. طيب انا دلوقتي بقدم، انا مش في اداره اعمال ولا عندي اي خبره ولا اخد كورسات ولا اعرف اصلا ايه البيزنس موديل ده ولا ايه الفاينانشال موديل، فما تقلقوش اي حد هيقدم في المسابقه، الفرق اللي هتقدم في المسابقه هيكون في سيشن هتتعمل مخصوص بس ليكوا انتوا. السيشن دي هنجيب ناس مختصه في المجال هتساعدكم، هتقول لكم ببساطه ايه هو البيزنس موديل وتعملوه ازاي، ايه هو الفاينانشال موديل، ازاي تعمل مشروع الخاص بيك، ازاي تبدا من الصفر في مشروع انت ما تعرفش اي حاجه وتبدا من الصفر، ازاي تعمل تايم مانجمنت للمشروع بتاعك، ازاي انت تجيب فكره اصلا. فكل ده هيتقدم لكم، فاللي حابب يقدم ما يقلقش من اي حاجه، احنا هنكون معاكم وهنوفر لكم كل حاجه انتم محتاجينها، وهيكون ناس بتتواصل معاكم طول الوقت، وهيتعمل سيشن كل اسبوع هنتابع معاكم نشوف محتاجين ايه، ناقصكم ايه، وصلتوا لفين، فمش هتكونوا لوحدكم خالص، فما تقلقوش. طيب انتوا دلوقتي الناس اللي حابه تقدم هتعمل ايه؟ احنا المفروض اول حاجه
سنين مختلفة برضو عادي، أهم حاجة إن احنا نكون من نفس الجامعة، ومش شرط من نفس الكلية، نكون من نفس الجامعة ونكون كلنا طلبة، ما يكونش في حد من الستاف بتاع الجامعة، لا لازم كلنا طلبة. طيب أنا محتاج مساعدة من حد في الجامعة، احنا عندنا دكاترة في الجامعة سبورتيف جدا، نقدر إن احنا نروح نتكلم معاهم. لو هم ما يعرفوش أصلا إن في مسابقة، أو ما يعرفوش المسابقة عبارة عن إيه، خلاص انتوا فاهمين، والله يا دكتور أنا مشارك في مسابقة كذا كذا، والتيم بتاعي عايزين نعمل فكرة مشروع، محتاجين مساعدة حضرتك في حاجة، انتوا مشروعكم محتاج حاجة من دكتور بيدي مادة معينة، فهتروحوا تتكلموا معاه هو هيفيدكم. احنا يعني عندنا دكاترة في الكلية بيساعدوا وبيدعموا جدا، دكاترة أو معيدين مش شرط دكاترة، فمسموح لكم إن انتوا تروحوا وتسألوا أي حد على حاجة انتوا أي حاجة انتوا محتاجينها، غير السيشنز اللي احنا أصلا هنعملها لكم كمان تكون مختصة بالموضوع أكتر. التيم مش مجرد التلاتة وأربعة بس اللي هيشاركوا، التيم أي حد وراهم، أي حد من المعيدين ساعدهم، أي حد من الدكاترة ساعدهم، أي حد شارك معاهم في الموضوع لحد ما يوصلوا لحد النهائي، كل ده يعتبر من التيم. كمان عايزة أقول لكم إن أي حد هيشارك سواء طلبة أو هيساعد حتى في الموضوع كدكاترة أو معيدين، ليه شهادة هيستلمها باسمه، الشهادة دي من الهالت برايز ومتوقعة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. فأي حد من الدكاترة هيجي يدلنا سيشن، أي حد هيساعد الفرق اللي هتقدم، مجرد بس ان هو شارك ولو بكلمة هيكون ليه شهادة تثبت ان هو فعلا كان مشارك، فدي هتبقى اضافة كبيرة ليه جدا. وطبعا الطلبة كلهم اللي هيشاركوا هيكون ليهم شهادة في الاخر، سواء التيم ده بتاعهم كسب او ما كسبش هيكون ليهم شهادة. فدلوقتي انا هوريكم فيديو سريع جدا ازاي تدخلوا على الموقع بتاع المسابقة بتاع الجامعة بتاعتنا وازاي تسجلوا، وما تقلقوش برضو الفيديو ده هينزل على الصفحة بتاعتنا وهينزل الخطوات اللي هتسجلوا فيها. ده موقع المسابقة للجامعة بتاعتنا، هنزل لكم اللينك بتاعه، هتنزلوا تحت هتلاقوا التحدي بتاع السنة دي، تقدروا تدوسوا على داونلود وتشوفوه. دي السيشنز اللي احنا بنعملها، اي سيشن بيتعمل بضيفه في الموقع، ودي الجامعات اللي مشاركة على مستوى العالم، دي الاورجانيزنج كوميتي بتاعتنا. سوري،
يا جماعة المايك. دلوقتي لو انتوا حابين تقدموا في المسابقة، طب انا هقدم ليه بقى وجع دماغي واعمل مشروع؟ فهو انت في الاول في الاخر لازم تكون مؤمن اصلا بالفكرة وعايز تعمل ده، انت حابب تعمل ده، انت حابب تسيب اثر، انت لسه طالب. فكرة انك لسه طالب وبتبني ستارت اب كومباني خاصة بيك دي في حد ذاتها حاجة حلوة جدا، غير السيشنز اللي احنا هنقدمها لكم، وهنحاول ان احنا نوفر لكم كمان سيشنز بشهادات مع ناس مهمة جدا في المجال. فكل دي حاجات هتضاف ليك وهتفيدكم، سواء انت بتدرس حاجة بعيدة عن المجال فانت دلوقتي مستفيد من دراستك، وفي نفس الوقت بتستفيد من ناحية تانية. هيكون في شهادة لكل الفرق اللي هتقدم، الشهادة دي متوقعة من الرئيس الامريكي بيل كلينتون، فأي حد بعد كده ما يتخرج حابب ان هو يقدم في منحة او حاجة، فكرة ان هو شارك في مسابقة عالمية وبيل كلينتون موقع على الشهادة، كل ده هيكون بونص ليه، هيساعده ان هو المنحة بتاعته تتقبل. ان كمان المسابقة زي ما قلت لكم بالتعاون مع اليونايتد نيشنز، فكل دي حاجات هتفيدكم. برضو زي ما قلت لكم الشهادة دي للتيمز اللي هتقدم وللدكاترة او المعيدين، او لو اي حد في الجامعة هيساعد الفرق او هيديلهم اي معلومة هيقف جنبهم لحد ما يوصلوا هيكون ليهم شهادة. واحنا هنكون معاكم اول باول، وما تقلقوش يعني الموضوع ممتع جدا وحلو جدا وتجربة جديدة وتحدي لينا كلنا. انا شخصيا اول مرة اشارك في الموضوع، فدي حاجة تجربة جديدة احنا داخلينها سوا. فادخلوا بقى تابعوا الصفحة هينزل عليها ازاي تقدموا، وابدأوا قدموا. واي حد عايز يسأل في اي حاجة يتواصل معايا، مجرد ما انتوا تقدموا احنا هنبدأ نتواصل معاكم. فابقوا متأكدين وانتوا بتقدموا تكتبوا رقم التليفون صح والايميل بتاعكم صح عشان نقدر ان احنا نتواصل معاكم. لو حد عنده اي سؤال قبل ما نقفل، احنا كده خلصنا، يقدر ان هو يكتب على الكومنت. حد عنده أي سؤال يكتب في الشات بوكس. معلش يا جماعة برضو حاجة أخيرة قبل ما تخرجوا، في لينك دكتور ضحى حطيته دلوقتي في الكومنتس وأنا برضو حطاه في الأول. اللينك ده عبارة عن فورم هتدخلوا تملوها، هتبقى فيدباك على السيشن بتاع النهاردة، فياريت كلنا ندخل على اللينك ده دلوقتي قبل ما الميتنج يقفل ونملى الفيدباك ده. فهبقى شكورة ليكوا جداً. ايه الحاجه اللي ممكن اختار على اساسها تيم؟ زي ما قلت لك التيم بتاعك لازم تحاولي ان التيم ده يكون عنده كوميتمنت، يكون عنده مسؤوليه، حابب الموضوع، مؤمن بالفكره. تبقوا انتوا الاربعه داخلين احنا عايزين نكسب، عايزين نعمل مشروع خاص بينا، احنا مبسوطين بالموضوع، مش مجرد ان احنا داخلين الموضوع تقيل علينا، لا ادخلوا اتبسطوا بالموضوع، يعني حاولوا تنجوي الموضوع على قد ما تقدروا. تختاري التيم ان كل حد في التيم بتاعك يكون فيه سكيل مختلفة عن التاني، لان انتوا هتعملوا فكرة مشروع، هتعملوا المفروض بروتوتايبنج، هتعملوا فلاير بروشور، هتعملوا فيديو، هتبدأوا تنزلوا تتكلموا مع الناس، فحد بقى كل حد فيكم هيقول فكرة مختلفة عن التاني. فكل دي حاجات هتختاري على اساسها التيم بتاعك. لو خريج جامعة القنطرة ينفع يشارك؟ ممكن، مسموح في التيم الواحد بخريج واحد بس، يعني ما ينفعش ان يكون التيم كله خريجين او يكون اكتر من خريج في فريق واحد. طب اللي مش معاه فريق، اللي مش معاه فريق يتواصل معايا، انا اسمي دنيا خالد، هتلاقوا البيج بتاعتي دنيا خالد ونازله برضو على الصفحه، يتواصل معايا هبدا اشوف الناس اللي مش معاها تيم وحابه تقدم، هجمعهم في تيم مع بعض، هخليكم يعني تتواصلوا مع بعض، ولو تمام تبقى انتوا تيم مع بعض وتشتغلوا مع بعض. الموضوع عن الاكل فقط؟ ما هو التحدي اسمه فود فور جود، وهدفه هدفه ان انت انت ما حضرتش من الاول، هدفه ان انت بفكره المشروع اللي انت هتعملها، انت هتعمل هتوفر فرص عمل، هتحسن الدخل، هتعمل سبلاي تشين مستمره، وفي نفس الوقت انت بتوفر اكل يكون نيوتريشن، مش مجرد ان انت شركتك عايزه تاخد فلوس وخلاص. اي فلوس انت بتاخدها للشركه بتاعتك بيطلع قصادها امباكت، وان انت تحط في بالك انك بتحسن حياه 10 مليون شخص على مستوى العالم، مش مجرد ان انت بتعمل حاجه لللوكال ماركت بتاعك انت بس، لا فكر في الموضوع بصوره اكبر. ديدلاين فور ريجستريشن، هقول لكم الديدلاين على البيج ان شاء الله، يعني بس يعني انتوا قدامكم فتره كبيره، ممكن لحد نص 11 ان انتوا تكونوا تيم وتقدموا، يعني احنا الموضوع مفتوح لحد اكتر من 10 تيم يقدموا.
حضرتك ممكن البيج. طيب ثانية واحدة، اهي دي البيج اسمها هالت برايز ات ساينوي يونيفرسيتي. اي حد عايز يصورها البيج هينزل عليها كل حاجة، وهينزل عليها على طول دلوقتي اللينك بتاع التقديم. يعني هنخلص الميتنج البوست هينزل، ادخلوا قدموا على طول. يعني الفكرة كلها اني اعمل مشروع يسيب بصمة وفي نفس الوقت يوفر غذاء لعشرة مليون شخص. بالظبط، انت بتوفر الحاجة اللي انت هتعملها دي، بتوفرها لعشرة مليون شخص على مستوى العالم، بتعمل امباكت، بتحسن، بتغير العالم للأحسن، بتحل مشكلة موجودة. يعني احنا اتكلمنا عن المشاكل بتاعت اللي موجودة في الأكل، فانت بتحل المشكلة دي، انت بتحل المشاكل من اللي موجودة. وفي السيفن بادجز اللي احنا اتكلمنا عليهم، انت بتحاول تحقق بادج او اكتر منهم. التيم مكون من كام واحد؟ التيم الواحد من ثلاثة او اربعة، من ثلاثة او اربعة طلاب، ثلاثة ماشي اربعة ماشي، مش اكتر ومش اقل. نعمل ريجستريشن من غير ما نكون لسه حددنا الفكرة عادي؟ اي حد حابب ان هو يعمل ريجستريشن ولسه ما عندوش الفكرة يقدم عادي، بس المهم ان هو يكون مقتنع بالموضوع، حابب فعلا يقدم، حاسس ان هو هيعمل شغل، لان انت في الاول وفي الاخر انت بتمثل اسم الجامعة، فانت اكيد حابب ان انت تعمل حاجة كويسة وحابب تكسب. فعادي لو انتوا تيم قدموا، وكده كده احنا هنعمل ميتنج معاكم، هنشوف انتوا وصلتوا لحاجة ولا لا، مين عنده فكرة مين ما عندوش، وانا والتيمز كوردينيتور هنبقى متابعين معاكم. حد عنده اي سؤال تاني؟ دكتور ضحى نزلت لينك الفورم تاني، يا ريت كلنا ندخل عليه ونعمل الفيدباك على السيشن بتاع النهارده. حد عنده اي سؤال؟ بس تقريبا كده مفيش حد عنده سؤال، يعني جاوبنا تقريبا على كل الأسئلة. وعامة لو في حد حابب يسأل في أي حاجة يبعت لي عادي، أنا معاكو على طول، ويتابع الصفحة يبعت لي أو يبعت على رسائل الصفحة، مش مشكلة هرد عليكم. وشكرا يا جماعة لكل اللي حضر النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا بجد والفكرة عجبتكم، وإن شاء الله يعني أكبر عدد منكم يقدم فيها، وأنا متأكدة إن إحنا عندنا ناس هتقدم مشاريع حلوة جدا. وما تقلقوش احنا معاكم اول باول، وهنكون بنساعدكم يعني. فادخلوا دلوقتي على البيج على طول، اللينك هينزل بتاع التقديم والفيديو معاه، علشان برضو اللي ملحقش يشوف الخطوات يشوفها تاني. والسيشن دي متسجله لاي حد ما حضرش او فاته حاجه، فصل، خرج من الميتنج، يعني السيشن ده هينزل، ما تقلقوش. خلاص تمام، شكرا يا دنيا. اتفضلي يا دكتور. ان يعني تكون فكره، يعني اي حاجه بتبدا بفكره، ونبص بعد كده ان ازاي تخليها لها علاقه بخدمه مجتمع، انها بعد كده تخدم مجتمع. فدي بقى هما بيقيسوا يعني قيمه الفكره عن طريق ان الامباكت بتاعها، يعني انت عملت ايه عشان تخدم مجتمع. هي دي الفكره دي. يعني ده ببساطه ملخص اللي الدنيا قالته. طبعا ممكن انت من نفسك يعني تدور مثلا، تعمل سيرش على النت ايه الافكار الجديده لها علاقه بالفود وكده، او ممكن تستعين برضو بال يعني من الستاف معاك، الدكاتره اللي معاك، وتسالهم ممكن يساعدوك. فان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. معانا دنيا بقى طالبه ممتازه جدا، حاسه انها ما شاء الله عندها افكار كتيره ومظبطه الدنيا خالص. وان شاء الله يعني لوحده او يكون فريق، فالدنيا مظبطه الدنيا خالص. فان شاء الله ربنا يسهل ونقدم، وان شاء الله نكسب المليون دولار ان شاء الله يا رب. ماشي، انا اصلا الجامعه بتاعتنا اول مره بتشارك، فان شاء الله هنعمل شغل حلو جدا. ان شاء الله. ان شاء الله كده خلصنا، خلاص نقفل الريكورد. شكرا ليكم جميعا. شكرا ليكم.